مساء الخير واهلا بحضراتكم في كل مكان في هذه التغطية الخاصة والهامة جدا. الحقيقة استعدادات كبيرة بتجريها وزارة التربية والتعليم لامتحانات طلاب الثانوي العام، والحقيقة انه في هذا الشأن اكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انه تم ارسال مواصفات الامتحان الورقي المقالي لطلاب الثانوي العام الى المديريات التعليمية، وكمان جاري وضع الأسئلة وطباعتها وتجهيزها استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول والتي ستنطلق يوم 22 يناير الجاري. كمان أوضحت أنه سيتم تجهيز امتحان، هذا الامتحان سيكون ورقي وكامل بيتضمن أسئلة مقالية وأخرى اختيار من متعدد للطلاب الذين يتعرضون لمشكلة تقنية أثناء عقد الاختبارات لامتحاناتهم ورقيا، وأيضا امتحان مقالي بيتضمن أسئلة قليلة لا تتجاوز الثلاث أسئلة، بالإضافة إلى امتحان ورقي كامل للطلاب المنازل. كمان في هذا السياق أعلنت الوزارة بدء البث المباشر على منصة حصص مصر لمراجعة الامتحانات لطلاب الصف الثاني الثانوي، وهيكون ذلك غدا الأحد، وسيكون هناك مراجعة أيضا في مادة اللغة الإنجليزية. كمان أكدت الوزارة أن امتحان المواد غير المضافة للمجموع لطلاب الثانوي العام، هذه الامتحانات ستبدأ في 15 يناير الجاري للأول الثانوي، وكمان 16 يناير للصف الثاني الثانوي العام، بواقع يومين لكل صف دراسي على أن يعقد الاختبار ورقيا في المدارس بلجان، هتكون هذه اللجان مؤمنة بالتأكيد مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الطلاب من فيروس كورونا. كمان الحقيقة وجهت المدارس الثانوي تعليمات، هذه التعليمات بالتأكيد موجهة للطلاب، طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، حيث شددت المدارس على عدم الدخول على منصة الامتحان قبل موعد الاختبار. كما طمأنت أيضا المدارس والطلاب موضحة أن كل الإجابات سيتم حفظها بشكل مباشر على سيرفر الوزارة، ومن ثم في حالة وجود وقت على موعد انتهاء الامتحان بيفضل عدم الخروج من الجلسة أو الضغط على كلمة إنهاء للخروج من الامتحان. كمان طلبت المدارس والطلاب بضرورة الاحتفاظ بأكواد الامتحان بعد إتاحتها من قبل الوزارة من برنامج تنويهات الموجود على التابلت، وهيكون كمان لكل طالب أكواد سرية خاصة به، مشيرة إلى أنه حتى لا يتعطل الطلاب يجب أن يحتفظ كل طالب أكواد دخول جلسات الامتحان، ده ضروري جدا ويجب التنويه عنه. كمان أوضحت المدارس أنه في حالة ما إذا حدث عطل في سيرفر الوزارة بيستطيع الطالب الدخول مرة أخرى بالإيميل الموحد وكلمة المرور، حيث يسمح للطالب الدخول على نفس السؤال اللي خرج منه بسبب حدوث هذا العطل، لكن لو كان طبعا هذا العطل من السيرفر زي ما ذكرت لحضراتكم. كمان أشارت الوزارة إلى أنه سيتم التصحيح والرصد بالمدرسة للجزء الورقي أول بأول على موقع الإحصاء بالمدرسة، وسيتم إعلان النتيجة عن طريق الوزارة بعد تجميع درجات الجزء الورقي والإلكتروني، مشددة على ضرورة الالتزام بالضوابط المعمول بها وعدم الإخلال ومراعاة الدقة والشفافية والسرية لضمان حسن سير الامتحانات والتيسير على الطلاب وتكافؤ الفرص فيما بينهم، وكمان البعد عن الأسئلة التعجيزية. خلونا قبل ما نختم نروح مع حضراتكم كمان لطلاب طلبة وطلبات المنازل، سيتم اختبارهم ورقيا وسوف تكون الامتحانات على التابلت الكترونيا ايضا للأسئلة الاختيارية بنسبة 70% و30% للأسئلة المقالية الورقية في جلسة امتحانية واحدة. بكده نكون وصلنا مع حضراتكم لنهاية التغطية الخاصة بامتحانات الصف الأول والثاني الثانوي بالنسبة لطلاب المدارس وأيضا المنازل. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وانتظرونا في تغطيات ومتابعات جديدة على مدار اليوم. شكرا لكم وإلى اللقاء.